بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم عن الـ BIM Execution Plan، ودي خطة بتوضع في بداية المشروع بعد ما كنا عرفنا الملك عايز ايه، بعد ما قعدنا معاه وعملنا الـ EIR Employee Information Requirement، يقول لنا هو عايز ايه في المشروع، تمام، لان هو المهم، تمام. يعني ما ينفعش مثلا الملك يكون عايز مثلا يعملوا فندق وانت تقول لا ده احنا نعمله دار المسنين افضل، لا، هو اللي هو عايزه، هو اللي هيدفع الفلوس وهو اللي هيدير المشروع بعد كده. فهو المهم نعرف هو عايز ايه، بيحلم بايه، بيفكر في ايه، عايز يعمل حمام السباحة فين، مش عايز يعمل حمام السباحة خالص. فاول حاجة بنعملها ان احنا بناخد نقعد مع العميل ونعرف عايز منه ايه بالظبط، وبعد كده نبدأ نعمل بيم اكسكيوشن بلان على اساسها. لو حصل اي خلاف بنرجع لها، تمام. يعني لو احنا اتفقنا مثلا ان احنا هنسلم في شهر مثلا مايو، وبعد كده قالك لا ده انت المفروض تسلمونا في شهر ابريل، طب لا، نرجع للبيم اكسكيوشن بلان. ده يعتبر زي العقد الخاص بالبيم. بيبقى عبارة عن ايه؟ اول حاجة بتكتب فيه رقم المشروع واسم المشروع، وبعد كده بنكتب مين هو المالك بتاع المشروع، مين هو اسم المشروع ايه، اللوكيشن بتاعه فين، الوصف المشروع، تمام. يعني عمارة سكنية 10 ادوار وفي مثلا 20 بيزمنت تحت، ما اعرفش 20 بيزمنت هينزلوا ازاي. فترة المشروع، المشروع ده مثلا هياخد 3 سنين، بداية مثلا من شهر يناير الجاي. مين اللي موجودين في المشروع، تمام. يعني دلوقتي حصل مشكلة في الميكانيكا، اكلم مين، تمام. لما احب اكلم الشعب اكلم مين، اتصل بمين، فيقول لي مثلا ده المسؤول عن الام بي انجينير مثلا الشركة الفلانية، اسمه والشخص الفلاني، الايميل، الفون، تمام. كل شركة بناخد منها 1 او 2 هو يكون المسؤول، او هو ده اللي انا اقدر اكلمه، وده المفروض بيكمل معانا طول المشروع. يعني فرض ان هو شغال معانا بيراجع المشروع، وبعد كده طلب منه تاسك تانية، بيبقى هو برضه مسؤول، او يبعت لنا يقول لنا لا فلان هو المسؤول، تمام. هو المسؤول ان هو ياخد الشغل من التيم بتاعه ويبعته لباقي المشروع، وياخد الشغل من باقي المشروع، يعني ياخد شغل المعماري والانشائي ويسلمه مثلا للام بي. وبعد كده المايلستون، كل مرحله من المراحل هتبدا امتى وتنتهي امتى. يعني البري ديزاين هتبدا مثلا في شهر يناير وتخلص مثلا في شهر ابريل. لو واحدة من دول طولت شوية كل دول هيترحلوا، فلازم كل حاجة تبقى في ميعادها، أو نقعد نشوف إيه التسليمات تبقى عاملة إزاي، الاستخدامات اللي مطلوبة في المشروع. يعني مثلا هنستخدم تحليل إنشائي، يبقى هنستخدم مثلا برنامج كذا، أنا سوفت وير، مين المسؤول، أنا إصدار، هتسيف بأن امتداد، كل الحاجات دي لازم تكون واضحة، بحيث ما يجيش مثلا في وسط المشروع واحد يقول لك لا ده أنا هسلم لك الشغل 3 دي كاد، مش هسلمه لك بيم، او هسلمه لك دي اكس اف، لا انا احنا مش شرطين ان احنا نسلمه اي اف تي او ار في تي، حسب الاتفاق بتاعنا لازم تسلمه لنا. مثلا الانفراستراكشر اتفقنا نسلمه بيم ولا سيفر 3 دي ولا اي برنامج تاني، لازم يبقى موجوده في العقد، تمام. بدل ما تتفاجئ ان هو مديك امتداد انت مش مستنفع فيه فما تطبقش بيم. المودل ريكويرمنت، ايه الحاجات اللي هتبقى مطلوبه، والمشروع ده فين بالظبط، يعني جوجل ايرث هدخل اكتب ايه بالظبط، اوصل له ازاي، تمام. مثلا خطوط الطول والعرض هتوصل هتبقى عامله ازاي، السوفت وير المستخدم مثلا في التصميم المعماري، في التصميم الانشائي، في التصميم الكهرباء، البلامنج، الفابريكيشن، كل الحاجات دي لازم تبقى موضح انهي سوفت وير المستخدم وبأنهي اصدار. طريقه التسميه، تمام. ممكن يكون كل شركة مسمية وكل شركة مسمية صح، يعني واحد بيسمي الاركتكشر اي ار فالشركة التانية مسميها ايه، تمام. الالكتريكال مسمي اي ال وهناك مسمي اي ال حاجة تانية، فيحصل تضارب في اللوح ما نبقاش فاهمين ايه اللي بيحصل. لا، يبقى لازم احنا كمشروع كله متفقين على تسمية موحدة، تمام. لذلك لازم ان يبقى في كود للدولة. الكوردينيشن، هيبقى في اجتماعات مثلا كل شهر، تمام، اجتماع مثلا كل 3 4 ايام حسب ما نتفق. ممكن يكون المشروع مثلا مطول قوي فنعمل مثلا اجتماع كل اسبوعين. هو الافضل يكون اجتماع كل اسبوع ويكون عباره عن واحد مثلا من المقاول، واحد من الاستشاري، او اي كان من الاطراف، ويبقى في واحد مش شبه حد خالص وبياخد مبلغ متساوي من الاطراف كلها، ويبقى ده الحكم لو هم اختلفوا، تمام. ويبقى اللقاء اصل هو ياخد مبلغ بسيط، ده يعني زي راتب كده، بس بيكون من الاطراف بحيث ما ينحس لاي طرف، ويبقى زي حكم بينهم لو اختلفوا، انما هم متفقين يبقى هو خلاص ملوش دعوه. انما واحد يقول لا ده انت العادي بيقول كذا واحنا مصرين على كذا،
فهو ساعتها يتدخل. دي بتفيد جدا ان انت في حل المشاكل القضائيه اول باول، فما بتلجاش ان انت تروح المحاكم، لا ده انت كل اسبوع في واحد حكم بيحكم بينكم وبيصفي. دي احد الطرق الاداره، مش هي دي الطريقه الاساسيه. تمام، الكوردينيشن هيبقى عامل ازاي، الجداول بتاعت اللقاءات هنتقابل ازاي. تمام، هل دي البيم اكسكيوشن بلان دي مجرد بس سيمبل بسيط؟ ان شاء الله في الدروس اللي جايه هنبدا ناخد جزء جزء، هنمسك مثلا البروجكت دي ناخد امثله عليه، التيم كونتاكت هناخد امثله عليه، بحيث نبدا نشوف ازاي نعمل بيم اكسكيوشن بلان مظبوط.